السلام عليكم ورحمة الله. ليس هناك أجمل من صباح مليء بالتفاؤل والثقة بالله. الثقة بالله، فكل صباح هو بداية حلم وتحقيق هدف جديد. فما علينا إلا أن ننسى الأمس ونبدأ من جديد وننتظر يوما أجمل. ما أجمله من صباح، ما أروعه من يوم، وما أطيبها من ساعات تبدأ بذكر الله والتمعن في عظمة خلقه. تعلمنا منذ الصغر أن بذكر الله تحيا القلوب، فسبحان الخالق مبدع السماوات والأرض. صباح مفعم بالحيوية مع عذوبة المياه وزقزقة العصافير التي تزيد الطبيعة رونقا وجمالا. أتحدث هنا على بحيرة أنس الفرنسية، الهواء النقي، النسيم العليل، النفسية ترتاح أمام هذه المناظر العجيبة. تابعوا الفيديو حتى النهاية. سافر الآن، سافر الآن. Welcome to my YouTube channel. مرحبا. Welcome. عالم سافر الآن الفريد يرحب بكم في مدينة أنس الفرنسية. النفسية ترتاح أمام هذه المناظر العجيبة. ما أروعه من يوم وما أطيبها من ساعات تبدأ بذكر الله والتمعن في عظمة خلقه. والمدينة مبنية على طرف بحيرة أنس الرومانسية، you
والتمعن في عظمة خلقه. تعلمنا منذ الصغر أن بذكر الله تحيا القلوب، تحيا القلوب. فسبحان الخالق مبدع السماوات والأرض. ولقلقت العصافير التي تزيد الطبيعة رونقا وجمالا. الهواء النقي، النسيم العليل، إذا أعجبك محتوى القناة فماذا تنتظر؟ اشترك الآن مع سافر الآن.